حدث فريد من نوعه، حدث معني بقطاع الفضاء ومعني بنقاشات مهمة حاليا حاصلة على مستوى العالم تخص الأنشطة الفضائية. في عدة محافل دولية تناقش أمور مهمة تخص قطاع الفضاء، ولكن اللي يميز حوار أبوظبي الفضاء أن هذه أول منصة تجيب جميع الأطراف المعنية بالنقاشات المعنية بالفضاء، من ضمنها يعني رؤساء دول، مسؤولين كبار في وزارات الخارجية، مسؤولين كبار في ورؤساء وكالات فضاء، قادة قوات الفضاء من حول العالم، قادة من القطاع الخاص والصناعات، الكل يتواجد في محفل واحد لنقاش أهم القضايا، من ضمنها القضايا موضوع التعاون الدولي وكيف نقرب ونبني جسور التعاون بين الدول في قطاع الفضاء، إدارة الحطام المتواجدة حاليا في الفضاء، مكافحة تسريح الفضاء، منع تسريح الفضاء، عدم تسييس الفضاء، واستغلال الفضاء لبناء جسور بين دول العالم وبين الشعوب لتقريب وجهات النظر. كيف نحن نستغل قدرات الفضائية المتواجدة حول العالم لتخدم الإنسانية، والتحديات الكبيرة اللي عندنا حاليا إما تكون تحديات جيوسياسية أو تحديات تخص البيئة أو الحياة اليومية إن إحنا نعيش اليوم. فإن شاء الله نحن على أمل المخرجات حوار أبوظبي للفضاء يعني يتطرق لها الأمور، نطلع بالمخرجات تنصب أيضا في نقاشات اللي حاصلة حاليا والقائمة حاليا في المحافل الدولية الأخرى، إما في الأمم المتحدة أو المحافل الأخرى، وهذه تكون مساهمة دولة الإمارات خلال الحوار لدول العالم لأول مرة. منصة هذه مش فقط على مستوى يعني دول عربية، نتكلم على مستوى العالم صار لها قريبا. وشكرا على دعمكم.